هو ما غير، يقول لماذا علي بن ابي طالب غير مكان الخلافه من الكوفه الى من المدينه الى الكوفه؟ خربطني حتى. طيب هو ما غير رضي الله عنه، لكن هو احتاج بعد ان بويع بالخلافه رضي الله عنه، لما حصل ان اهل الجمل الزبير وطلحه وعائشه ومن معهم رضي الله عنهم لما خرجوا من مكه الى البصره للانتقام من قتلة عثمان رضي الله عنه، خرج علي إلى هناك رضي الله عنه حتى يعني يردهم عن هذا الأمر. ثم لما حصلت معركة الجمل الكبرى تفرغ علي، كان هناك أقرب إلى الشام لأن معاوية رفض أن يبايعه، فاحتاج إلى أن يبقى هناك حتى يقضي مع معاوية أمره، فكانت معركة صفين، فظل في مكانه، لكن هو ما قصد أن يخرج من المدينة، لكن الظروف هكذا صارت. إلى